تتنقل لطارق الوهيدي وعلى طول لخالد عيد، خالد عيد مع حماده صدقي، بتزحلق حماده صدقي في منتهى الخطوره، خالد عيد هو جول، هو جول، ويلعبها بالعرض، خطره 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 خطره، جوه جول، جوه جول الشورى. شوبير بيدو على طول، احمد فهمي بطن رجله حلوه لعبد الجليل، مساحه كبيره عبد الجليل، واحد ضد واحد، واحد ضد واحد، عايز يفوت عبد الجليل، بيفوت عبد الجليل، قرب من الخط ولعبها بالعرض، خطره خطره خطره، رمضان وفي العين، هوبا، جوه جول رمضان، جول رمضان. عبد الجليل فايت من ناحيه اليمين نموذج، ويلعبها بالعرض لرمضان اللي عامل متابعه على الايمن البعيد نموذج. احمد فهمي وعبد الجليل، عبد الجليل يضم لجوه، عبد الجليل عايز يخترق بالدبل باص، انما تاني لاسامه عرابي، وعلى طول على الايمن البعيد اسامه وبدماغه، هو جول، هو جول ايمن شوقي، ايمن شوقي من احلى الاجوال اللي جات السنه دي، لا ليك حق تفرح مفيش كلام، جول جميل جميل جميل. اسامه عرابي، اسامه ماشي، اسامه فات كويس قوي، مهاره عاليه اسامه في مساحه كويسه، ومعاه توفيق، اسامه ببطن رجله على طول ما بيفقدهاش، بيسلمها مظبوط، وعمرو انور يلعبها بالمقاس لعبد الجليل، هوبا عبد الجليل، هوبا، جوه جول عبد الجليل، احلى جول السنه دي، احلى جول السنه دي، معموله له بالمقاس من عمرو انور، فات فيها اسامه عرابي كويس، وعبد الجليل، بص شوف عبد الجليل بيعمل ايه، لعب على طول، وطه السيد، طه السيد يلعبها بالعرض، خطره وبدماغه، جوه جول، جوه جول شوقي غريب، هنشوفها ايه تاني، طه السيد اخترق وصل للخط ومنشنها بالمقاس، منشنها بالمقاس معديها شوبير، وبتابع شوقي غريب وبيحطها بدماغه حلوه في الزاويه البعيده. تسليم الكاس لكابتن النادي الاهلي كابتن احمد شوبير، نجم النادي الاهلي ونجم المنتخب القومي شوبير، وبياخد الصور التذكارية احمد شوبير. فرحة كبيرة طبعا مفيش كلام.